أستاذ جليل وين؟ منا. شكرا. طلب هاي الموازنة كملتها ودققتها بنفسي. تأمر شيء؟ راح أصك. تأمر أستاذ جليل. صباح الخير أستاذ جليل. هلا. العفو، أنا والدي أحد عملاء الشركة وعنده حقوق متراكمة مال التوزيع. راجع المبيعات. مبيعات؟ قالوا روح للحسابات. يعني هو أكو أمل أستلم اليوم؟ إيش تستلم بابا؟ ليش أنا شفته همنا؟ حقوق الوالد غير. تروح راجع الشؤون القانونية، وإذا لكم حقوق تعال بعد ساعتين. بس رواتب ها؟ وإذا غير شيء يطوك صك وتاخذه من البنك. شكرا. رشا، رشا تعي بابا. نعم استاذ. هذه عيدي لي طبعها شوي، خلي حبر، شوفي كلش فادح. أبشر حمامة. شو وقت؟ بعد ساعتين. وقع السيد المدير. لا، هذه راد لها مناقلة وهي توسيعات المخازن. صار يا أبا صار. تفضل سيد. مو هواية هاي؟ لا أبو مهيوب، مو هواية. وبقيت المراوح؟ أنا شفت لهم صورة حل. مو أنا أخاف من الرقابة المالية. ماكو رقابة مالية. اشتريت مراوح قديمة ودخلتها بالمخزن ولحها الشاف ولا واحد درى. يا معود حكمت لا تروح توضحنا، يعني كل سنة 20 مروحة؟ زين وين وديتهم؟ أنا صرفت. بروح بروح شوف لنا الصك، وقع المدير له. وخذ هاي الجنطة حطها بالسيارة. جيب القنين، اعطيني عنك كيلو. يا الله. أقول حكمت؟ بلي بلي. قلت ما عاد راح تمر اليوم؟ خبرتها وراح تروح ويا البنات للمؤسسة مال الخياطة وراح تشتري كم بدلة وحسب أمرك. عاد هي افتهمت هالشكل الأمور؟ شنو إنك أبو مهيو؟ مو قلت لك كلين؟ كلين؟ ما ينخاف عليك حكمة، ما ينخاف عليك، دروح روح شوف الصك وقع المدير. لا تتدلل. Thank you.
يعني معقولة؟ ثلاث سيارات، ثلاث سيارات بديلة وصبحية ملازم علبة برازيلي ومارسيدس ولوري، ثلاث سيارات، معقولة؟ يعني بعد أسبوع دول شو يسوون بينا؟ شو يسوون بعد أسبوع؟ قول لي شو يسوون؟ أكيد بعد شهر العالم تطلع مظاهرات ضدنا. يعني معقولة إحنا بإمكانياتنا وخبراتنا و سيدي إحنا بنبذل جهد ما مقصرين. جهد ايش ملازم علاء؟ جهد ايش؟ الداخلية مخبوصة. السيد العام كل دقيقة مخابر على السيد المدير. نعم. نعم سيدي. حاضر. إذا ما دخلوا المطعم العملية لازم تتم خلال 15 ثانية مو أكثر. أنا خابرتها للمطعم قبل 3 ساعات وميزنا محجوز وأكلة اليوم الله أعلم. نقدر نهاجم هسه؟ ذولا يراد لهم وقت لما يطلعون من المطعم. لا تصير بول منذر. ما نلقى احسن من هالفرصه. لا عاد كنا نخطط احنا. يا معود هسه الوضع مناسب سيف. لا ما مناسب. مهاجمتهم مثل هيك وضع مو بصالحنا. ما نريد مكان يلقون به شهود. نريدهم يواجهون السلطات بادعائهم بس. قل لي يعني ابقى اعلم يعني منذور. زين يا ابو زين. يراد لنا في الجمعه نروح سفره الحباليه وعلى حساب. ليش لا؟ نجيب البنات والوالد واحجز لكم في الجناح خاص واوصوا المطعم يسوي لنا فد قوزي محشى باللوز والكشمش. ها شو تقول؟ شو أقول؟ أنت تأمر أمر. We'll be right back.
روحي منزل. اركض وانا الحقهم بالسياره. ايش تلحقهم وهم شايلين سلاح؟ ايش نسوي؟ امشي امشي روح للمطعم وبناكل خبر. يلا يلا بسرعه. انا هل شلونك؟ ما ادري. شفت واحد قاري مقاييس يمكن فقدنا. شفته ولازم نبدل الرقم ونسوي لها سنويه ثالثه. انا ذبوني بالكليه وارجع لكم بعدين. انت هاليوم بيضت وجه ابو علج. البرازيل بعدها واقفه مكانها وخاليه ومفتوحه ابوابها. نعم والله اشك بهذول عصابه. ليش؟ لان كانوا كلش مرتبكين وشايلين اسلحه وضعهم مو طبيعي. اني مواطن ماكو داعي رجاء. انا اللي علي قدمته. اذا ما تصدق هاي ظلت بكيفك. انا اللي علي قدمته وانتهت. ملازم علاء. نعم سيدي. أنا رايح للوزارة. إخبار المجهول هذا يجوز لعبة. إي. إذا المحاسب المساعد ماله ما سجلوا شيء عن البرازيلي. متأكد؟ إي بس الدعاء هذا لا تاخذه على علاته. إي. هذول تجيبوهم يمي حالا. ما أعرف إذا طلعت نفس العصابة موقفنا يكون جدا صعب. يلا باوع تتاكدوا لي من الرقم، رقم الشاص والمحرك مال البرازيلي، تاخذوه من المرور وتقارنوه ويا الرقم الموجود بالملف. بس بسرعه. ها يلا مع السلامه. نعم سيدي. بلغتوا وامضيتوا اشارات الدوريات الموجوده بالاطراف والداخل؟ نعم سيدي. السيد المدير توجه للوزاره عند اجتماع، يقول من يخلص شغله يمر علي من السيد العام. طيب.
هذا سيارة المرسيدس. كل معلومات موجودة هنا. بلي. تسوي لنا جلد عن كل السيارات الموجودة. كل المرسيدس أرقامها، ألوانها، موديلاتها، أشكالها. وريده هذا كله خلال ساعة. ساعة. أمرك سيدي. جاني تليفون للكلية فطلعت ركض. مرت اخويا مخابرة للبيت، رحت لكم فورا للبيت ما لقيتك. بعدين مريت بمحل خالك ماكو. وين انت من الصبح لهسه؟ ها جليل جاوبني واحكي لي بدون لف ودوران وكلام واضح غير مبهم. معقولة انت تطلع من الشركة بدون حماية؟ بعدين ليش استعمل سيارتك الخاصة وما استعمل سيارة الشركة؟ زين شلون تفوت يا سيد جليل بطرقات فرعية وانت تعرف كل الزين احتمال هاي الطرقات يعني يصير عليك شيء وانت رجل شايل ربع مليون دينار؟ قل لي استاذ، هاي الأسئلة كلها اجاوب عليها بجواب واحد لو الحكي بالتفاطين. الحكي بالتفاطين شنو استاذ؟ احنا قاعدين بالمضيف، لو ده نتعاتب سيد جليل، لو تريد توهمنا انه انتو فعلا كنتوا ضحية لعصابة. احكي لي وين وديت الربع مليون دينار وشلون صرفتوها؟ استاذ معقولة انسان فطنتك وعقليتك هادي يعتقد محاسب مثلي يسرق ربع مليون دينار؟ اصلا انا بالشهر اودي واجيب للبنك ملايين الدنانير. هسه انا عندي صكوك بالقاصة يجي بيها مليون وربع دينار. لو يعني شنو سيد جليل؟ يعني فعلا اكو عصابة ومدى تقعوا لها على اثر وتردون كبش الفداء. تفضل سيدي. لقينا سيادة البرازيلي ملازم على اعتقد اللي يشوفها ما يغلط بيها. انا شو اسوي بهالفلوس؟ الها وقتها وظروفها. سيف سيف انت لو فاهمني غلط، لو مشوار اللي فات كله كان صحيح بس الظروف هسه تغيرت. تمردت حتى على نفسي، جيت وياك انت هسه تجهزيني بفلوس. انت غالية عندي، انت اغلى ما املك نجلة. لكن ايش لكن؟ نجلة لا تحكين عن الحرام، انت لا من حقك ولا من حقي. سيف انت تدري انا
نجلة. نجلة. ارجع لبيتك. احنا راح نترك العاصمة وانت رايدة راح تبان. اللي ذاب مع الساطور مو مثل ذاك اللي ينتظر رحمة الله. انت ما قصرتي وياي نجلة. سيف انا اللي خسرته وياك تعوضه فلوس. بس شوف عينك نجلة، انا اللي خاسره اكثر. هذولا ما يفكوا من عندي يا اخي. يمكن احد شافها للسيارة. نجلة انت روحي. روحي. حاولي ترجعي لشعبان. زوجيها لبنتك هيام. الله وهب لك رجال ينسى عيوب مرته. وهذا نادر. روحي. يا ولد بالليل نطلع على قراج اجيلي، الصبح ناخذ سيارة طائرة من بعيد. ابو جحيل نوادي اريد اروح لامي، اريد اشوف ببيتي. هسه غيرت رايي. نوصل مكان خارج العاصمة بامان وتاخذ حصتك وترجع لهم. ابو جحيل اني شكرا رايح وياكم. محتاجيك. بعدين الشرطة مخيمة هناك، من راح توصل انت راح تعرف. مو اخت ما يعرفني. لا مو ابوي وامي حكي عني كل اللي قلت لك اياه تحكي لي. الو. نعم. اهلا اهلا انا سميعاد. اهلا شلونك؟ يا اهلا. نعم ايه لا هذه مسائل اجرائيه. ايه هو سامج موجود؟ بلي موجود اذا تريد تحكي وياه. صدق يعني اطمنهم اخابرهم للبيت. شكرا جزيلا. الله يخليك ان شاء الله. مع السلامه. يقول راح يفرجون عنهم بعد ما يكملون التحقيقات. حقيقة بعد عليه وش خايفه؟ وشلون خاف الفلوس ما يلقوها؟ تبقى التحقيقات جاريه ويا اخوك ويا جليل، لان احتمال يكون اكو تواطؤ. يعني معقوله اخويا متواطئ ويا مجموعه قطاع الطرق؟ ايش بيش ميعاد؟ انت مو منطقي لاخوك حكمت. اي بس هذا اخويا، مستحيل اقارنه ويا واحد سلاب وقطاع طرق. ترى هاني فاتحته بس ابنك دايخ. دا احس عقله لا هو بهالمحل ولا هو بهالشغله ولا حتى بكليته. اي شنو رايد ما دا ادري. احنا نزرع بيه الشيء اللي نريده. مثل ما زرعتوا بيه شغلات الدجاج ومستعمرات البعوض بالعلوم. انا دا احاول القي وضع مناسب لمشكلة منذر. أخاف يعني تنجر رجلة الشغلات مريتها. مثل ايش يعني؟
على كل إذا أنت ناوي تفتح الفرع هالليلة نسوي قاعدة بالبيت، وباكر الصبح أروح وياه للشمال نفتح الفرع وقاعدة هناك وأرجع، وبطريقنا هم من زوجة هاي البنية اللي حاط عين عليها. أقول أنتوا خايفين من تشي؟ مفيد، أنت مو سمعت حكي لميع البارحة؟ إيه صحيح. أقول هو إيش عنده ويا هذول المرسيدسات؟ نعم. هيك أعتقد أصدقاء جو عليه جماعة بالمرسيدس. على كل حال ما علينا من أصدقاء، المهم المعرض ينفتح، بس المطلوب همه ومفيد. حاضر. مفارز نجدات المنطقة إيش أفادت؟ إي طيب، خلي يراقبون البيت مراقبة شديدة، يعني الطالع الداخل. احنا ما نريد نجلب شبهة بالمنطقة للناس اللي ساكنين بهذا البيت يا خميس. اي بالنسبة للسيارة، اذا ماكو عند الدوريات باللست اللي عندهم هيك رقم للسيارة او هيك موديل وهيك نوع، فاي سيارة اي سيارة يشكون بها يداهموها ويحتجزوها فورا. يلا مع السلامة. جاء ابو البرازيلي اللي استلم سيارته. اي سلموا هي. وابو اللوري. ابو اللوري خطوا افادته؟ اي نعم سيدي. يقول انا كنت داخل العلوه وقت السرقه فما شفت اي شيء. والبصمات؟ ما لقينا اي بصمات على السيارتين سيدي. زين اخبار المبلغ؟ ما عرفنا. التحقيقات ويا مهند ونائل ثبت هما مو بالمنطقة من البارحة واليوم. تليفونات العجوز ومنائل؟ مكالمتين سيدي. ايه. وحدة ويا أبو العلبة انطولت حوالي نص ساعة. يعني يبدو عندهم تعامل بيع وشراء ويا نوال. زين أبو البرازيلي وأبو اللوري خلي تفضلون يمي. أمرك سيدي. صدق على فكرة البارحة الدكتور لطفي اتصل بي بالليل البيت. اي بخصوص الوعد اللي نطيناه اياه. رائد احنا لازم نروح المختبر صديقة. لازم، لان الشكوك اصبحت مالية افكاركم. انا اخاف عليك سناري. يعني هسه تعتقدين بان المسألة مو مسألة انيميا او ارهاق؟ انت شو تشوف؟ صدقيني انا ما مفزوع، بالعكس أول مرة أحس بأن عواطفي تتملكني تجاهك. أول مرة أحس بنفسي بأن أنا محبوب لهالدرجة هذه بحيث أذر في الدموع. يعني متوقع شيء؟ طبعاً. مثل إيش؟ يعني جراثيم مرضية، تخثر، ابيضاض بالدم. هم قالوا لك هالشكل؟ لا أنا سمعت، يعني حسيت، فرحت المختبر خاص يمكن ما يغلط. وش قالوا لك؟ وش تتوقعين؟ رائد ايش قالوا لك؟ تناقص بصفيحات الدم. يعني كل الاحتمالات، بس الغريب مثل هيش حالات يعني النزف ما يتوقف نهائيا. اصور يعني اليوم احلقت وجهي الصبح، انجرحت، لاحظت قطرة الدم اتخفرت بسرعة. شوفي هنا. خلاص، معنى هذا اكو غلط بالتشخيص. رائد انت دمك كل شي ما بي. هما ايش قالوا؟ من هما؟ اللي وديت دمي لهم. صار انا سمعت التيمودي الدم مالي لثلاث مختبرات. رائد انت تدري يعني ماكو شيء اكثر تعقيد من مسألة تحليل وتعداد الدم. أصلاً الأطباء كلهم ما يختلفون على شيء بقدر اختلافهم على نتائج كل تحليل. يعني الموضوع كله مجرد تأويل، تأويل لا أكثر. شلون؟ لكن أنا لحد الآن ما لقيت ثلاث نتائج مشابهة. شوف السنار، أنا إيش قد أرد أعيش؟ مو مهم. المهم صدقيني وابتعادي عنك، وابتعادي بسبب الظروف اللي مريت بيها من هالمرض مثلا. هو
اكو مرض، بس هالمرض هذا يعني ما اعرف شنو. المهم شنو رائد؟ مرض خطير. من تجيب الكلام هذا؟ مو مهم، المهم ايش قد انا راح اعيش وياك، وهذا منتهى سعادتي. يعني حتى لو ساعة واحدة سنعرف تزوجيني. للواحد القهاء وتعلم الشيطان مش الغرب بالغربي، يعني الواحد قابل يشوف غير المقصود إليه. لما لو حصل مصيبة بالدنيا يا بنتي. لا أنا رائد يوم رائد، إما تقولي لي الشام من دنيتي شو نبيت ما تعرفي. الحاصل يا بنتي الإنسان يموت وهو بالمال وهو رضيع، لا مرا ولا حب. بنتي لا تلومي، كنت طبيبة لازم تعودي نفسك على هيك الحالات. يا مرجوش لا تحكي بمنطق دكتور نطفي، هذا رايق يوم ما رايق. الله يصبرك يا ريم ويبهر لك. اي بس مو تحاليل بعد يا بنتي، بلكي يصير العلاج. يعني اقول بلكي التحاليل غلط. أربع مختبرات سوينا للتحاليل، واحد منهم أدواته وأجهزته كلها حديدة إلكترونية، يعني ما يقبل غلط. دقوا يا بنتي، أخاف أبوك يجي ويشوفك بهيج حالة. تتعرفين هسه وضعنا من ورا بلال وعمايلة غادي جمر. شو دموع بواجي شكو؟ حسبة. لا عاد هي سناك حسبة بهواية. أقول هو أخينا بالله راح يتوكل. كافر رباه دي الله عاد وقوضة إنه متعلق. جتي ميعاد الصبح سألت على منذر وكانت ترجف، رادت تليفونيك سألتها شبيك ما طقني جواب. تالي عرفت شو الموضوع؟ أصابة باقين فلوس الشركة من المحاسب اللي يشتغل بالشركة، اللي يشتغل وياه أخوها. المحاسب اللي خاطبها؟ عافية سيارات منذر اللي وياها. ليش هو منذر مو وياها بالكلية؟ جاء بعدين وما عرف السوا. معودين هاي ميعاد بطرانة. شبيها ميعاد إنه؟ يعني. شو يعني؟ زرع عاملها بوهم. جاء واحد عنده خير من مال. أخو شو هم ربا؟ لا أقول لكم منذر ما يتزوجها. حضرت شلون عرفتي؟ قرأت لها فنجان وصار عندي يقين إنه ميعاد ما تفتهم. منذر؟ جيب عنده لك ما يخالف. جيب خابرتك فد وحدة. من هي؟ اسمها نجلة. خالك كان فوق وانا كنت قاعد وحد جوا، قالت من يجي قول لي خابرني على الرقم العتيق. ايه هي عندها رقم عتيق. من هي؟ شلون صوت عليها ويلي رجفت ركبي. لا بالله. منين هي؟ من العصابة. العصابة إذا أكو هيجي والعصابة. أحم هي ما تخششوني وياكم.
لسان الدنيا مشايل، بلكي تقعد حظي وياكم النوبه. بس احنا عصابتنا مو مال احم احم. بعد مالي ايش مال اتشا اتشا؟ اللي خليني على يمناك، شوف ايش اسوي بيه. اما من ذولي؟ اللي يتحاشون بنجله واهل نجله. شلون ما اشوف تاليها خاشها للعصابه انت؟ اخ ايش وقت تتعصب اخ؟ وهاي عيونك شوفي شلون صايره من السهر؟ كلها من ورا طخ طخ الشيلات والهنظار. بسيطه بعيني احكي لك ويا الجماعه. حلوه هاي مال واحد يفتح عصابه ويتوكل على الله. الو نجلة، انا منذر. اقول لك منذر، دار المرور مع المكافحة جايين للبيت تلاقيه مقفول، سائلين الجوارين قايلينهم طالعة، الظاهر مطيهم اوصاف السيارة القديمة والجيب. لا هم الظاهر جايتهم اخبارية منا بسبب البيت المسدود، وسائلين اذا اكو بالمنطقة سيارة مارسيدس جديدة. ها انا خابرت السيف لقيته طالع. منذر منذر انا كلش خايفة. زين اذا اخذوني وسألوني ايش اقول لهم؟ اخوي ابن عمي. إذا سألوني على عناوينكم شو أقول لهم؟ منذر أنا أخاف يضغطون علي وأعترف بكل شيء. دقيقة هذا الجرس. منذر ما ادري منو بالباب، تصرف انت، افتهمت؟ مع السلامه. مرحبا نجله. اهلا شعبان، شلونك؟ نجله هاي سالفه مره اجي وما اعرفك. أني معاني كنت يم خالتي خطية مريضة وهايجة عليها المفاصل وماكو أحد داريها. أبو شعبان مرتين اللي جيت بيهن شفت أحد هنا؟ لا أبد. نجلة أنت تنتظرين أحد يجي؟ لا شعبان لا، تفضل تفضل. شكرا ما اشرب. بعدين شنو غايتك من هذا كله؟ ميعاد انا قصدي اخوي وطيب تاكدي، يعني شفتش تعبانه لا اكثر ولا اقل. انا مو تعبانه، بعدين لا تستغل الفرص وما اسمح لك تتقرب مني وتحكي وياي. شويه على الاقل الانسان يخجل من نفسه. على كيفك، هات شاي ما لازم. شعبان أنا صرفت
نجلة، أنا ما أسأل وحدة طليقتي سوت بحياتها، إلك حق تسألين وين أروح وين أجي. ما أظن أنت جاد شعبان. مو قضية جاد، بس هذه حقيقة نجلة، إحنا مطلقين. بس حقيقة أنا لازلت أحبك، لأن قضيت وياك عمر طويل، زهرة شبابي نجلة، وعندي بنت أنا فخور بيها. بس البنية جايها خطابة. زوجها. أزوجها؟ بس مو بغيابك، أريدهم يجون البيت أمها وأبوها، وهذا إلى معنى. شعبان، شعبان أنا وضعي تعبان، يعني أعرف. إيش تعرف؟ عايشة بحيرة وتعبانة ويا الدنيا ومصايبة، بس نجلة أني أمد إيدي، لأن أنت أقرب لي من حلقة التمساح، والعاقل اللي يتعظ، والفرصة إذا تجي اليوم ترى باكر ما راح تجي، وهذه فرصتنا نجلة. شعبان، شعبان أنت لو ملاك نازل من السماء، لا أكو شيء بذهنك. لا نجلة، أنا لا هذا ولا ذاك، أنا شعبان اللي تعرف فيه. ارجعي نجلة وقلبي صفحة حياتك، وتعالي وياي. أنا تعالي. أني شعبان، أنا ما أستحق من عندك كل هذا، أنا قلب هواي من تقديرك إلي. نجلة، ما بينا واحد كامل، ما بينا واحد بلاي ذنوب، إحنا بشر نخطي ونصيب، والحليم اللي يتعظ من عثراته. الحياة فرصة لعمل الخير، لأن الخير هو أساسنا، والشر طالع علينا. الشر ضئيل والضئيل يتلاشى. شعبان، شعبان أنا ما أعرف شلون أجازيك. أنت تتخرجني بفضلك، طيبة قلبك وعفوك. لا عاد أروح أنا ألم هدومك.